السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية. أتمنى أن تكونوا بخير. إذا أخواتي، مبدئيا وقبل كل شيء أريد أن أقول لكم بأن هذه الوصفة تحديدا لكل واحدة تبحث عن وصفة سهلة بسيطة وأكيد فعالة، صدقا وبدون مبالغة. هذه الوصفة ينطبق عليها قول تطويل وتكثيف الشعر بجنون، فعلا من أقوى الوصفات الفعالة سريعة جدا في تطويل تكثيف الشعر، علاج التساقط وملء الفراغات، إضافة إلى محاربة ظهور الشيب المبكر. مقوية مغذية للشعر ومحاربة للتقصف والتلف، وصفة بأقل التكاليف وبأسرع النتائج بإذن الله. فقبل أن نتعرف على الوصفة أخواتي، أرجو منكم فقط الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس ودعمي بلايك إذا أعجبكم الموضوع أكيد. إذن أخواتي، مبدئيا وعلى بركة الله، المكون الأول في الوصفة نحتاج هنا إلى بذور الجرجير كمكون ضروري مهم جدا. وإليكم أن تشاهدوا معي بأنه شبيه جدا ببذور الخردل البني، فمن هنا أقول لكم حذاري من الخلط بينهما. ولو أني أقول لكم أخواتي أنه في حال ما توفرت لديكم أوراق الجرجير المجففة فهنيئا لكم بها، تعتبر من أقوى وأعظم كنوز الأرض لعلاج كل مشاكل الشعر أهمها التساقط. هذا المكون تحديدا يعمل على إحياء المناطق الخاملة على مستوى الفروة التي يكون فيها فراغات حادة، ينشط الدورة الدموية ويعزز من قوة الشعر في مقاومته للتساقط، يعزز من طول وكثافة الشعر. يعتبر كأحسن مصدر طبيعي للاستفادة من عنصر الزنك والكبريت لتعزيز قوة وكثافة الشعر. كذلك احتوائه على نسب مهمة جدا من الفيتامينات كالفيتامين A و C والفيتامين H. فهذا المكون أخواتي تتحصلون عليه من عند العطار، أما بالنسبة للأوراق لا أضمن لكم. فمبدئيا نأخذ كمية من الخردل ونقوم بطحنها طحن بسيط جدا. أما بالنسبة لثاني مكون في الوصفة، نحتاج هنا إلى الزعتر. وللإشارة فقط أخواتي أن هناك نوعين، زعتر عادي وزعتر بري. يستحسن أن تستعملوا الزعتر البري لأنه أفضل من ناحية الفوائد. الزعتر غني جدا عن التعريف، خاصة وأنه من الأعشاب الحارة. وعندما نقول أعشاب حارة معنى ذلك أنها منشطة قوية جدا للدورة الدموية، وهكذا سنضمن تغذية كاملة للشعر، سنضمن كذلك طول وكثافة في وقت قياسي جدا. وإضافة إلى لمسته الرائعة جدا في تركه رائحة طيبة على مستوى الشعر، خاصة بالنسبة للفئة التي تعاني من مشكلة الرائحة الكريهة على مستوى الفروة. فمبدئيا نقوم بطحن كمية بسيطة من الزعتر البري إن كان خشن نوعا ما، وننتقل للخطوة الموالية. سنحتاج مبدئيا إلى كوب يكون مملوء جيدا من زيت الزيتون البكر، بمعنى أنها تكون من العصرة الأولى وخالية من الأملاح. فنقوم بإضافة كوب كامل من زيت الزيتون داخل إناء عازل للحرارة. ولكن زيت الزيتون أخواتي ممنوع منعا باتا على الفئة التي طبقت لماش، لأنه يغير لونها إلى أحمر نحاسي. البديل هنا هو زيت جوز الهند. أما لذوات الشعر العادي فسنستعمل كما قلت كوب مملوء من زيت الزيتون البكر، ونضيف له من الأحسن ولنتائج أفضل ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. لنضيف فيما بعد ملعقة كذلك كبيرة مملوءة جيدا من الزعتر البري، وملعقة أخرى من بذور الجرجير. فيما بعد سنقوم بوضع هذا الإناء على نار تكون هادئة جدا بقدر ما أمكن، يعني تماما مثل الشمعة. نقوم بتغطيتها لنحتفظ بالزيوت الطيارة الخاصة بالأعشاب، ونتركها لأطول مدة مثلا ساعة كاملة على نار تكون قليلة جدا، إلى أن تبدأ تتشكل لنا تلك الفقاعات وتصبح الزيت ساخنة جدا. فيما بعد سنقوم بوضع هذه الزيت داخل برطمان زجاجي يغلق بإحكام ويحتفظ به في درجة حرارة الغرفة وفي مكان مظلم لمدة 15 يوما أو أسبوعين، كل 3 أيام نقوم بالتحريك أو رج البرطمان. بعد هذه المدة يمكن استعمال الخلطة وبهذه الطريقة.
نقوم أولا بتقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة بقدر ما أمكن، ثم نبدأ في شق الشعر بواسطة هذا الزيت، ويستحسن قبل استعماله أن يدفأ قليلا. نقوم بتطبيقه خطوة بخطوة، يمكن استعماله حتى للأطراف للتخلص من مشكلة التقصف. فيما بعد سنبدأ في الفرك بأطراف الأصابع لتنشيط الدورة الدموية، ثم نلف الشعر بواسطة كيس بلاستيكي ويترك ساعتين حتى 4 ساعات قبل الاستحمام. يمكن استعماله مرتين في الأسبوع حتى للكبار والصغار، وأعدكم بأن النتيجة ستكون من أروع ما يكون. فقط رجائي لكم أن تداوموا وتعودوا لي إلى نفس الفيديو بالتعليق. إذن أخواتي إلى حد هنا أقول لكم كالعادة، أي استفسار اكتبوه في قسم التعليقات فستلقون الرد بإذن الله في أقرب وقت ممكن. وإلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.